يمكن دايما نادي نابولي الايطالي من الانديه اللي بيكون ليها اهتمام خاص بالقضايا الاجتماعيه، بيساهم كمان في جمع اموال لحل القضايا دي. وامبارح بقى عايزه اقول لكم ان فريق نابولي كان ليه كده رساله مجتمعيه مهمه جدا، بعد كده ما قررت اداره الفريق تصميم قميص خاص ارتداه لاعبي الفريق امبارح في مباراتهم ضد كريمونيزي في كاس ايطاليا. طبعا تصميم القميص كان بيرمز للاحتفال بعيد الحب، مع طرح كمان القميص ده في الاسواق وبيعه للمشجعين. عايزه اقول لكم ان هتكون كل المكاسب الماديه عائده للجمعيات الخيريه المختلفه، والجمعيات دي اللي هي بتساعد النساء اللي بيتعرضوا للعنف المنزلي. بالتأكيد لقطة مميزة جدا من إدارة نابولي، وده دايما كده اللي احنا بنحاول نتكلم فيه مع حضراتكم في فقرة وان شوت، وقد ايه أهمية دور الرياضة في خدمة القضايا الاجتماعية والمساهمة في حلها.